إذا انتجم فاز به. لاعب أمير حديدان، لاعب بالساق، لاعب عالي وضغط والتقاط كرة ناجح ومحاولة وفرصة كبيرة جدا، فرصة كبيرة واضحة للتسجيل، محاولة استحفاظ بالكرة لكن اصطدام بين اللاعبين الملعب النابلي لتمركز غير ومحاولة ومرور محاولة مرور الأويقة ونجاح في تسجيل المحاولة الأولى الملعب النابلي وروك. وهنا محاولة البحث عن لاعبين قويين اللي عندهم اللي يتمتعوا بقوة بدنية واللي يحاولوا المرور بالاندفاع و بالباساج اون فورس بمرور بقوة. التنويع لعب باليد ثم لعب بالساق لكن ما كانش ناجح. هنا الفريق خسر الكرة، ثلاث مرات يخسر الكرة في تماس. هنا محاولة الخروج من المناطق عن طريق أب أناندر اللي باش يقوم بها اللاعب رقم 9 أب أناندر، وهي كودبي شاندال. كودبي شاندال في ظهر لاعبين مع عملية صعود وضغط على حامل الكرة، فهمتي كيف كيف ريال ادويك، عملية التقاط ناجحة من جمال وعكس الهجوم ولعب بالساق كيف كيف عملية ضغط وعكس الهجوم من ملعب النابلي عن طريق اللاعب رقم 14 اللي لعب بالساق، ضغط كبير من ملعب النابلي واستحفاظ الكرة من فوق الهدف بجمال ومحاولة عكس التجمع. هنا كيف كيف مستقبل هذه بجمال لازم انه يبعد الكرة ويخرج من مناطق الخطر وهي المناطق القريبة مناطق التهديف. واخراج الكرة في التماس وهنا يبعد رواق 15 متر في الجهة المعاكسة. نشوفوا عكس اتجاه الهجوم ومحاولة تجميع اللاعبين كما نشوفوا الكثافة اللاعبين المستقبل هذه بجمال قراب في وسط الميدان وقراب للتجمع تلقائي قراب للروك. هنا مول محاولة مسك اللاعب وسقوط ومحاولة استحفاظ بالكرة لإتمام الهجمة. كرة معناها عملية إخراج كرة بطيئة ومحاولة تمويه ومرور وتسجيل محاولة جيدة. هذا محاولة خروج من المناطق وعملية تصعيد الكرة والمرور وبقوة محاولة المرور بقوة بجمال في منطقة 15 متر خليتهم يسترجعوا الكرة ومحاولة خروج من المناطق بلعبة شوندر لاعب بالساق ومحاولة البحث على 15 متر في الاتجاه والمرور في الرواق لكن تماس محاولة جيدة حتى يتم إبعادهم. نشوفوا اللاعبين ملعب النابلي كيفاش قاموا تغطية الميدان، أربع لاعبين في الخط الخلفي وعكس الهجوم في المناطق الشاغرة في المنطقة المعاكسة ومرور بقوة مع تدخل عنيف على مستوى الرقبة. إذا عودة إلى اللعب إن شاء الله ترجع الشاهية للعب اللاعبين حتى تكمل المباراة لأنه عودونا مباراة شيقة، عودونا مستوى أعلى برشا من هذا خاصة في الشوط الثاني اللي كان لعب متقطع أخطاء متعدة حتى في اللعب بالساق. الذي بجمال شوندال
محاولة التقاط ناجحة من لاعب الملعب النابلي اللي يتقدم بدوره ويحاول ملعب النابلي استحفاظ على الكرة لعكس الهجمة. خطأ خطأ في التقاط الكرة كيف اكتماتها من قبل مستقبل هذه بالجمال في الدفاع. اللاعب بالساق ومحاولة البحث عن اللاعبين في الأروقة تمرير، لكن مازلنا نشوفه هل انه مستقبل رياضي بجمال قادر انه يرجع في المباراة. النتيجة ما هيش عريضة اللي باش تخلي، وهنا نشوف المساحات الشاغرة واللي عنده لاعبين مهاريين اللي نجموا يلعبوا ويخلقوا الفارق ويتقدموا في الميدان مع لكن خليه ما ينجمش يستحفظ بالكرة لأنه اللاعب ملعب النابلي حاول يلتقط الكرة وهنا يعلن الحكم على انتهاء المقابلة